خلينا دلوقتي ننتقل من اخبار النادي الاهلي لاخبار الاخبار العالميه والمحليه من جريده اليوم السابع تحديدا. ورسلتنا هناك العزيزه نورهان طمان، هنتابع معاها ايه اللي مكتوب في الصحف في يعني مختلف المواضيع، لان احنا معانا كمان خبر يهم الميركاتو برضو، والحديث مستمر حول محمد صلاح وفكره هنا يعني بقائه في ليفربول من عدمها وايه هي الشروط وغيره وغيره من التفاصيل. في البدايه صباح الخير عليك يا نورهان، طبعا متصبح عليكي انا وكريم، ومره ثانيه بكرر يعني الحمد لله على سلامتك، وحشتينا الفتره اللي فاتت دي وكنا مفتقدينك فعلا في البرنامج. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وبجد انتوا وحشتوني جدا، وكل يعني مشاهدي قناه النادي الاهلي وحشوني. احنا هنا من مقر جريده اليوم السابع، طبعا زي ما نويت يا نهاوند هنطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضيه. يمكن كمان خبر محمد صلاح احنا ما كانش معانا في الاول، بس انت عشان ذكرتيه فاحنا هنقوله في الاول، انه طبعا صحيفه ميرور الانجليزيه طبعا يعني كشفت عن يعني كواليس محمد صلاح مع اداره ليفربول وكواليس تمديد عقده في السنوات المقبله. محمد صلاح طلب يعني راتب اضخم في من اجل تمديد عقده لمده موسمين قادمين. طبعا زي ما احنا عارفين محمد صلاح بيتقاضى 200,000 جنيه استرليني اسبوعيا، وعقده ينتهي 30 يونيو 2023. كمان صحيفه ميرور الانجليزيه ذكرت في تقريرها انه اداره نادي ليفربول كمان هي الاخرى ترغب في تمديد عقد اللاعب واعطائه يعني راتب ضخم، وعلى ان يكون هو الاكبر في تاريخ النادي. اما بقى من موقع وجريده اليوم السابع، اجتماع تنسيقي للسوبر الافريقي لكره اليد بحضور ممثلي الاهلي والزمالك. النهارده ان شاء الله هيعقد اجتماع تنسيقي ما بين ممثلي النادي الاهلي وممثلي نادي الزمالك، وده طبعا قبل المباراه الهامه والمرتقبه في السوبر الافريقي، والمقرر اقامتها ان شاء الله الساعه 7 مساء يوم الجمعه المقبل. الاجتماع هيكون طبعا عن طبعا التنسيق الامني وكيفيه دخول الفريقين ومراسم تسليم الجوائز بعد المباراة. ومن موقع كورة، صلاح يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الجابون. استقر كابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قبل مواجهة اليوم أمام الجابون، طبعا دي يعني الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. استقر على الدفع بمحمد صلاح بعد طبعا غياب النجم المصري عن المباراة الماضية. كمان يعني يمكن موقع كورة ذكر في تقريره أنه كابتن حسام البدري بيدرس الدفع بمحمد عبد الشافي وأحمد توفيق في الجبهة، محمد الشافي في الجبهة اليسرى وأحمد توفيق في الدفاع بدلا من أحمد فتوح وباهر المحمدي. ومن موقع يلا كورة، وده آخر أخبارنا، كرة يد برشلونة يفوز بالسوبر الأسباني بمشاركة علي زين. فاز نادي برشلونة الأسباني للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه ببطولة السوبر الأسباني لكرة اليد، وده طبعا بعد ما تغلب على نادي أديمار ليون في المباراة اللي يمكن طبعا كانت مساء أمس. علي زين شارك في أول مباراة رسمية، طبعا علي زين نجم منتخب مصر والقادم من نادي الشرق الإماراتي ولاعب نادي الأهلي السابق، يمكن دي أول مباراة رسمية للاعب مع برشلونة وسجل 4 أهداف. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. واحنا بنشكرك جدا زميلتنا العزيزة نورهان طمان على هذه التغطية، وشكرا كمان سالة يعني على تغطية أخبار النادي الأهلي، شكرا لكم.